يستحيل ان يقول الكلام هذا. هو حتى لو كان جات المعلومه انه كاريرو فات راني ما نقولهاش من باب احترامي للاعب، خلي اني المعلومه ما هي صحيحه اصلا، عمري ما قلت كاريرو فات، قلت بالحرف الواحد انه اصابه قد تؤثر على مسيرتي. ايش معنى قد تؤثر على المسيره؟ متواصله والاصابه مش تقعد تقلق فيه، فهمت؟ ثم اضفت في الاخير انه ضروره معالجتها على قاعده صحيحه من اجل ان يواصل مسيرته بخير. وزدت اكد انه الاصابه تداوى وما تداواش في تونس، مش لانه ما عندناش كفاءات، نو كيسيون دو مويان، حاجات اخرى، ثم اليات وثم تكنولوجيا وثم امور. وقلنا انه بين فرنسا ولاسبيتال في قطر. الور عمري ما قلت الاصابه راهي انهات له الكارير نتاعو، هالكلام هذا تحط في عنوان خطا، ربي يهديه اللي حط العنوان، ولا استنبط ولا حب يعمل بالعاني ولا كذا. رب مش اول مره تتفصل تصير لي عناوين كي من هكا، كل مره يطلع لي عنوان كلام ما قلتوش، والناس مالوريزمون تكتفي تقرا العنوان وتعلق. يا اخوي اسمعني انا ايش قلت وحاسبني انا على كلامي. الكلام نعاود نلخصه لك، اصابه غيلان الشعلالي اصابه دقيقه بلغتنا بليده يلزمها اونترتيان على قاعده باش تداوى، واذا كان مش يعجلوا به وهذا قلته انا ويخاطروا به راهو تنجم تتعقد الامور. او بليس هما هملوا زوز النقاط المهمه في الحديث اللي لازمنا نناقشوهم، وقعدوا لاهيين بحكايه تنهي له مسيرته. شنو زوز نقاط مهمه اللي همشوهم؟ النقطه الاولى مناقشه من المسؤول عن الوضع الذي وصل اليه غلاش علالي، وانا اشرت في حديثي الى انه تم حقن اللاعب في اكثر من مره هو موجوع، وتم خبير الحرابش وهو موجوع. هذا سي تان سوجي ادي باتر، علاش يصير الشيء هذايا في فريق من مستوى منافسة على مستوى قاري؟ وانا جيتي بريسي قلت مش ركبة عم ناول راهي الركبة الاخرى، وقالها ابن عبيد واكدها داكور. الور من عم ناول وغيلان يسلم روحه من اجل واجبه اكثر من واجبه عمل، معناه الراجل ضحى بابنه باش يقوموا بواجبه. قالوا هنا انا نطالب هيئه الترجي باني تقوم باكثر من واجبها توا معاه زياده باش تمنع له صحته ويكمل كاريره اللي جاب يزيد فيها 6 و7 8 سنين كي يداوى على على النقطه الثانيه اللي تم تهميشها، انه الاشاعات كثرت على غيلان الشعلالي في 3 شهور هذوما. اشاعات وصلت الى حد اتهامات اخلاقيه سلوكيه. اور الراجل مريض، وانا قلت يا ولادي في بلاصه عملته بيان ووضحته وكذا باش السيد ولا تلاحق في اشاعات ما انزل الله بها من سلطان وعيد. اور هو موجوع مضروب ورغم ذلك لا يغيب، وريناه في يحارب في النار في ماتش القبائل، وريناه يزور في المنتخب وهو ماهوش في الليستا، وريناه يقوم بواجبه. انا هنا الجامعه باعتباره لاعب منتخب، الترجي اولا باعتباره اعطى روحه للفريق يلزمهم يقوموا بواجبهم توا ويعالجوه العلاج المطلوب من اجل ان يواصل مسيرته باذن الله بكل توفيق وبكل نجاح. يجي يلزم الطبيب يقول لا راهو ما يلعبش، يقوم لك غادي اونترونور مسؤول يقول لك لا حاجتي بالماتش، عدي يوري وبعد يعمل لها توندوي. موجود هذا مش في غيلان الشعلالي برك، لانه غيلان اذا كانوا قبل لانه عنده تطمينات بانه مش لا سيتياسيون فا با ساغرافي، و بليس ما معروف غيلان ملاعب نتاع جرينتا كان يرمي روحه يقول لك تجي بيع ما تجيش في جمعيتي، فهمت؟